إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زوج الشباب عاملين ايه؟ معاكم يوسف نصر من قناة اكتشف العالم. حلقتنا بتاعت النهاردة بإذن الله شباب هتكون حل مشكلة الأرقام يعني من الإنجليزية للعربية ومن العربية للإنجليزية على قناة اكتشف العالم ديسكفر ذا وورلد. كل سنة وانتم طيبين شباب. أول حاجة خلينا بقى نخش في الشرح على طول غير أي تأكيد. طيب يا شباب، دلوقتي لما بنيجي مثلا نكتب 7 تمام ونكبر الخط حبتين عشان الناس تشوف والشرح يبقى واضح. دلوقتي دي مشكلة وسوري سوري سوري انا اسف. دلوقتي يا شباب دي مشكلة قابلتني اثناء شغلي في الفوتوشوب. مثلا ده شباب رقم 7، خلينا نشوف الزوم كده والزوم ده تبقى مظبوط. اوكي خلينا دلوقتي شباب ده رقم 7 تمام او 7 بالانجليزي. فانا دلوقتي واحد بكتب هونور 7A، فانا طبعا مستفاد اني اكتب بالرقم 7 ده بالانجليزي. لكن تعالوا انا دلوقتي مثلا بقول ربحي 3000 دولار في عمرك كلهم تمام. ف 3000 دي انا عايز اكتبها بالعربي مش بالانجليزي، اعمل ايه؟ الحكايه كلها شباب ان احنا هنروح ندوس على العلامه بتاعت الكتابه دي ونختارها كده كلها، نختار الارقام كلها وبندوس على كنترول ثم حرف التي من الكيبورد. هتطلع لنا الواجهه دي كده وانا هسحبها على تحت طبعا عشان تشوفوا. طيب دلوقتي شباب في 4 نقط كل ده واحنا محددين اللي احنا عايزينه. هنختار من نوع 4 نقط زي ما احنا شايفين اهو ونشوف ميدل ايسترن فيوتشرز، وهنلاقي ان هو يا اما عربيك يا اما هندي يا اما فارسي. انت المطلوب منك ان انت لو دوست هندي هتلاقيه بالعربي، لان الارقام اللي احنا بنقول عليها عربيه دي اصلا ارقام هنديه، دي معلومه انا عايز اقولها لكم. طيب دلوقتي لو احنا عايزين ارقام اجنبيه او انجليزيه فالارقام الانجليزيه اصلا دي عربيه، احب اقول لكم يعني تمام. بس كده شباب ده كان كل شيء في حلقه النهارده. بتمنى يا رب انكم تكونوا استمتعتم. ما تحرموناش من لايك سبسكرايب للقناه شير عشان كل اصدقائكم يستفيدوا. في امان الله.